السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا متابعين اثر الثقه. خويا اسامه مابقاش بزاف على السحب تاع المسابقه تاعنا، بقالنا 3 جور برك خاوتنا، يعني راح يكون السحب تاعكم خاوتي لو 18. هذه هي ان شاء الله لو 18 على 9 تاع العشيه راح يكون السحب باذن الله يوم الجمعه. يوم الجمعه ان شاء الله العشيه يكون السحب. واش راح يكون معنا من واحد؟ كاين 3 بيرسون حابين يقولوا 3 عباد ان شاء الله يربحوا معنا. ووعدنا واحد رابع كادو بونيس من حالو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا في المسابقة تاعنا درنا 3 فائزين وزدنا لكم الرابع كما وعدناكم. كما وعدناكم قلنا تتفاعلوا معنا بزاف نزيدوا المتساب الفائز عفوا الرابع. واش تقول أسامة الفائز الأول واش يدي معنا؟ الفائز الأول بين بلي راح يربح معنا خاوتنا، يعني كاين عندنا احنا دو شومبر ميسون محل أثاث الثقة. اللي يخير بيان سور يخير، يخير بين اللون الأبيض، عندنا اللون الأبيض واللون المارون، وكيما يقول لك الفانوس يعني الاسم تاع الحانوت تاع الفانوس لا شومبر، هذه واسمها خاوتنا لا بلونش، والمارون خاوتي واسمها الجوزة اللي بزاف تحفة ما شاء الله. والأخ عبد الرحمن الباك كيفاش حكايته؟ راح يدو يعني الفائزين تاعنا، يعني الفائز الأول واش راح يدي؟ راح يدي لا شومبر بهاب لو باك تاعها اللي فيه سومي كوف ماطلا ديترونت بورت مونتو البوف زوج مخيط ومسند، يعني تدي لا شومبر كامله مكموله من كل نهارك تغلق دارك. هذه هي الفائز الثاني. الفائز الثاني الفائز الثاني الثاني تكون عنده هديه قيمه وهي هي عنده صالون ساك بلاس في لي كولور حاجه شابه، هو كوكياج صالون هذايا كما يقول لك انت يوصل عندك حاجه خير لا كولور اللي عجباتك. ما يديش صالون وحده يدي مع ثاني طابل باس، زيدوا لي طابل باس كادو من لا ميزون خير اللي عجباتك هنا في محلات اثاث ثقه. اللون اذا ما عجبوش اللون راح يغير اللون ويدي اي لون عجبه، يعني اي لون في باله يغيره لانه محل اثاث ثقه. الالوان في لي صالون متواجده على حساب اختيار الزبون. يعني خدمو حاب يقول وصلنا. والفائز الثالث خويا الفائز الثالث راح يدي طابل سالامون جي كاتشيز اللي في الاتر خاوتنا بزاف شابارون يعني متحوفه ما شاء الله. خاوتنا رانا ندير لكم هكذا غير باش تشاركوا في المسابقه خاوتي، يعني والفائز واحد ما كاتب الله، يعني كباب طيح حتى كباب طيح حد اخر. احنا رانا هنا في الخدمه خاوتنا. الاخ عبد الرحمن خاوتي روحوا دخلوا الفيديو تاع المسابقه اللي راهو في اول تعليق ولا في لا ديسكريبسيون، دخلوا شاركوا لو ماكسيموم. بقاو 3 ايام، بقاو 3 ايام خاوتي. 3 جور نهار الجمعة إن شاء الله على 9 تاع العشية نتلاقاو كامل كامل نجتمعوا. علاش لا أنت اللي حتسمع اسمك كفائز إما أول إما ثاني إما ثالث، ولما لا تكون أنت الرابع اللي راح تستفاد من هدية قيمة. نشكروا الجميع عمال أثاث الثقة اللي رانا حاضرين لهنا. الأخ أمين. أخ أمين ربي يحفظكم. مرحبا بكم في محل أثاث الثقة. قدم لكم عبيد عمال أثاث الثقة. قوتنا نقول له هجا ريا دار اروى هانوت كاني كادو بزاف انايا اروى. مرحبا بك خويا تحيه لك كريم ربي يحفظه ان شاء الله. اخ سيد احمد خويا مرحبا بكم خوتي. اخ اسامه شرفونا ان شاء الله ويكون الحماس في هذه المسابقه ان شاء الله. ان شاء الله خويا وان شاء الله الفائز بصحته. هذه هي وراح دائما تكون هدايا خاوتنا. قعدوا متابعينا ابونيو معنا التعليقات تاعكم التفاعل تاعكم دائما يلعب دور. اخو اسامه لي زابوني خاوتنا بيان سور بلا ما نحسوش سورتو هاد لا فيديو بارطاجيوه الماكسيموم خاوتنا لي زابوني ولي جام ولي كومونتير باش نتوما تستفادوا. اخ عبد الرحمن انا باش نقول لكم توجور عاد ساعه الاشياء راه كاين جديد حبي يقول تابع المتابع راه هو فيه وكل ما يكون وافي كل ما يربح معنا. ويوميا خاوتنا يوميا راه كاين مفاجات حبي يقول تخفيضات ولولا كما يقول لك الكادوات كاين عندنا باش نتصل في هذه البلاصه خاوتنا، يعني في هذه البلاصه انا مريم فيها تلقاونا هنا خاوتنا ان شاء الله باذن الله كما نفرحوا معاكم. يا 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 المفاجاه الكبرى المفاجاه الكبرى هي جايه المفاجاه الكبرى خاوتنا يعني راه المفاجاه الكبرى. اخو وليد مرحبا بكم. السلام عليكم وليد الثقه كما تعودكم دائما بالجديد وهم لنا كاع ليكيب ورانا هنا الهدايا ان شاء الله كامل كامل تفرحوا معنا ان شاء الله. اخ عبدون ربي يحفظه ان شاء الله محلات اثاث الثقه والتكسار هذه لازم مضروب على التكسار يموت على التكسار. المهم في الاخير واش نقول لكم قصه اليوم ليش لا الحمد لله خاوتنا كما راكم تشوفوا عمال اثاث الثقه جنود الخفاء اللي راهم وراء الكاميرا ثاني نشكرهم جزيل الشكر. خاوتنا باذن الله رانا كامل الاخ وحيد نحييك خويا طبعا المسؤول الاول يعني راك متواجد معنا ونحييوك ثاني الاخ الحسن. الاخ وحيد تفضل معنا الله يسرك تفضل معنا ربي يحفظك. كاع حوسوا على الاخ وحيد خويا صاحبي معليش عرف روحك في فيديو لاحق
سيدي ولا حق راه يهضر معنا ان شاء الله السحب يكون ان شاء الله واحد هو اللي يكون كما يقول لك هو اللي يعس السحب حاب يقول يكون هو الاول هو اللي يسي تاعنا هو اللي يسي تاعنا مشكورين ربي يحفظكم جزيل الشكر بارطاجيو لي جيم لي كومونتير ولي زابوني والانستغرام تاعنا الانستغرام تاعنا حافظنا كوكو سيربريز نشكركم مع السلامه بارك الله فيكم سلام.